بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل عام وانتم بخير. احنا بنعتبر كل يوم حد من حدود الصيام الكبير هو يوم عيد، والنهاردة أحد المعروف بأحد التجربة، لأنه حدود الصيام الكبير مرتبطة بمواضيع الأناجيل اللي بتتقري فيها. النهاردة عاوزين نتكلم عن 4 نقط. النقطة الأولى بعنوان التجربة. السيد المسيح نفسه سمح بأنه عدو الخير يجربه، وده علشان يقول لكل واحد منا هتتعرض لتجربة. فهو سمح للشيطان أنه يجربه، رغم أنه كان ممكن بقوة لاهوته يمنع الشيطان أنه يقترب منه تماما، لكن هو سمح أن الشيطان يجربه وانتصر على الشيطان بناسوته فقط، لم يستخدم قوة لاهوته للانتصار على الشيطان. عشان يدينا منهج ازاي استطيع ان ادخل في الحرب وانتصر فيها. التجربة لها فوائد كتير. عاوز تعرف حقيقة الحياة قد ايه صغيرة، قد ايه الحياة ما تسويش كل الاهتمام ده، ادخل في تجربة. عاوز تعرف حقيقة الناس ومقدار احترامهم ليك او مقدار محبتهم ليك، ادخل في التجربة وشوفوا هيتعامل معاك، الناس هتتعامل معاك ازاي، هتقدم لك مساعدة ولا لا، هتسأل ولا لا. عاوز تعرف حقيقة نفسك، ادخل في التجربة. الانسان وسط التجربة بيعرف حقيقة نفسه، يا ترى هيتذمر ويتضايق ولا هيشكر ويطلب المساعدة من ربنا. عاوز تعرف صفات الله الحلوة بعمق، ادخل في التجربة. بيبان قدرة الله، بيبان مدى محبته، بيبان حكمة الله. عشان كده أيوب قال إيه بعد التجربة وفي نهاية التجربة اللي مر بيها؟ قال عن ربنا: بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيناي. كل الفترة اللي أنا قضيتها معاك يا رب دي كانت تعتبر فترة معينة، وفترة التجربة أنا شفتك بوضوح، لمست صفاتك الحلوة، عرفتك بعمق أكتر في التجربة. إذن التجربة اختبار وامتحان، يعرف فيها الإنسان حقيقة نفسه، ويعرف فيها حقيقة الناس، ويعرف فيها حقيقة الحياة، ويعرف فيها مدى حب الله ورحمته وحكمته وقدرته التي لا تحد. التجربة مراية، مراية بتعكس عمق علاقتك بالله. وممكن تكون التجربة نار، نار بتنقي الإنسان الحلو من الشوائب وتكشف معدنه. إذا كان ذهب هيخرج من التجربة أكثر نقاء وأقوى بريق، وإن كان الإنسان قشا أو خشبا، علاقته بربنا علاقة سطحية ضعيفة، التجربة هتحرقه، وممكن يجدف على اسم الله أو يفقد الثقة في الله أو يبطل يدخل الكنيسة خالص. زي أخت في يوم من الأيام قابلت أحد الكهنة، وكان عندها قريبتها تعبانة، فأبونا قال لها: ايه الاخبار؟ قالت له: فلانه تعبانه. قال لها اصلي لها وربنا يتمد ايده. قالت له: اطمئن، لا الموضوع منتهي. قال لها: ابونا ازاي منتهي ازاي؟ قالت له: احنا جبنا اجساد قديسين وحطينا سريرها في الوسط، واجساد القديسين من حواليها، والموضوع هينتهي خلال 2 أو 3 أيام. بعد شهر قابلها فبيقول لها: عامله ايه؟ قالت له: خلاص بقى انا كشفت الحقيقه. قال لها: حقيقه ايه؟ قال لها: لو انتوا بتضحكوا علينا. قال لها: ازاي؟ قالت له: قريبتي انتقلت، فين المعجزات اللي بتقولوا عنها؟ فين عمل الله؟ فين الوعظات اللي طول عمري بسمعها؟ فقال لها: العلاقه بربنا مش علاقه طلب وخلاص، ربنا ده حياه، ربنا ليه حكمه في ان هو ياخد كل انسان في وقت معين. مش معنى كده ان المعجزة مش موجودة، ولا ان قوة الله مش موجودة،
الله قادر أن يفعل المعجزة، ولكن لحكمة بيختار وقت مناسب الإنسان ياخده عنده في السماء. قالت له الكلام ده ما ينفعش، خلاص أنا لا هدخل كنيسة تاني ولا هعترف ولا أتناول. وفين لما قدر أبونا مع الوقت يقنعها وتدخل تاني وتبدأ علاقة جديدة بربنا. دي التجربة بتكشف إيه علاقتي بيه. فعلا التجربة بتكون ساعات فرصة، التجربة ممكن تكون فرصة إذا أحسن الإنسان التعامل معها، صارت له ثقل مجد أبدي، لأن خفة دقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. إذن التجربة مرآة بتعكس عمق علاقتنا ومحبتنا بربنا، وده اللي حصلت مع اللي حصل مع تجربة أبونا إبراهيم. التجربة ممكن تكون نار تنقي الإنسان الحلو ويخرج منها علاقته أقوى بربنا وليه مرتبة أعلى، أو ممكن ما يخرجش خالص والتجربة تنهي العلاقة دي. التجربة ممكن تكون فرصة إذا أحسن الإنسان استغلالها، لكن في ناس بتضيع الفرصة دي، زي ما قال ربنا القايين: عند الباب خطية رابضة ولك اشتياقها وأنت تسود عليها. قدر إن هو يعد التجربة؟ أبدا، سقط وقتل أخوه رغم تنبيه الله ليه. لو كان تغلب على كبريائه وغيظه وكراهيته كان هيبقى ليه علاقة بربنا، لكن مع الأسف فشل وصار مرفوضا. دي النقطة الأولى، التجربة. النقطة الثانية اللي عايزين نتكلم فيها الجوع، ودي أول تجربة الشيطان حارب بها السيد المسيح. إن كنت ابن الله قل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. وفي الحقيقة إنه الإنسان مش مصدر فرحه أكلة حلوة، لكن مصدر فرحه أو شبعه الحقيقي علاقة قوية بالله. من خلال العلاقة دي بيحس بالسلام الداخلي، والسلام الداخلي ينتج عنه فرح. فما يفرقش معاه نوعية الأكل، الكتاب يقول كده: لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. فمش مشكلة هاكل ايه، المهم في سلام، في هدوء، في اطمئنان، في محبة. الكتاب يقول: أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من صور معلوف ومعه بغضة. أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من صور معلوف ومعه بغضة. ما تهتمش وما تعولش الهم هناكل ايه، لأن السيد المسيح أشبع الجميع، أشبع 5000 وأشبع 4000، عشان يدينا معلومة مهمة: ما تعولش الهم، هأكلك. أنا اللي أكلت شعب كان عدده 2 مليون نسمة لمدة 40 سنة، يدي هتقصر، مش هقدر أأكل الأفراد دي، هأكلها ما تقلقش هعمل. عشان كده قال إيه: اطلبوا ملكوت الله وبر وهذه كلها هتزاد لكم. طيب عاوز تحس بأكلة حلوة تشبعك؟ اقرأ في كلمات الله دي هتشبعك، هتملك من جوه. يعني لما دلوقتي اقرأ كلمات الله مش هفطر ومش هتغدى؟ يعني لا، هتفطر وتتغدى، بس مش هيفرق معاك نوعية الأكل ولا قيمته. هو بكام؟ أي حاجة، أي حاجة هتقضي، أي حاجة هتشبع، مش هتفرق معايا هاكل قد إيه، ولا هاكل نوعية إيه، ولا هاكل بكام، لأنه في مصدر تاني للسعادة أصبح موجود جوايا، هي كلمات الله. عشان كده السيد المسيح رد بالآية الجميلة اللي اتقالت في سفر التثنية: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. حاجة كمان، الإنسان ممكن يكون مش جعان للأكل بس، في إنسان جعان للعاطفة، عاوز عاطفة، عاوز حب. شبعوا ولادكم بالحب، ما تخلوهمش يدوروا
في العالم عن الحجارة ويفكروا إنها حب، ومع الأسف حجارة. الإنسان يحتاج للتقدير، للشكر، ما تخليهوش إن هو يدور في العالم على حجارة ويظن إنها تقدير. في يوم من الأيام كان في زوجة كان بره في ألمانيا، القصة دي حصلت. كان جوزها متعود كل يوم يعزم أصدقائه على العشاء، وكانت تتفنن في صنع أنواع مختلفة من الأطعمة، ولمدة 20 سنة لم تتوانى عن صنع العشاء المميز لزوجها وأصدقائه. وبعد 20 سنة دخل في يوم بيبص على السفرة لقى برسيم، شوية برسيم، فزعق وهو مع أصدقائه قال لها: إيه اللي أنت عاملة ده؟ قالت له: 20 سنة مفيش يوم أنا اتكسلت فيه، ومع ذلك طوال 20 سنة ما سمعتش كلمة شكرا، آسف. يبقى أنتوا بقى مش بتميزوا، مش هيفرق معاكم، حطت لكم أي أكل وخلاص بقى، ما أنتوا مش فارقة معاك. كانت عاوزة تصرخ وتقول أنا محتاجة للتقدير. كل إنسان محتاج العاطفة، محتاج لحد يطبطب عليه مهما بلغت سلطته، مهما بلغ غناه. وكل إنسان محتاج لكلمة شكر عشان يحس إنه العمل اللي هو عمله كان ليه مردود حلو. النقطة الثالثة اللي عاوزين نتكلم، احنا اتكلمنا عن التجربة واتكلمنا عن الجوع، في كمان نقطة ثالثة اسمها العظمة. السيد الشيطان خد السيد المسيح وحطه على جناح الهيكل وقال له: ارمي نفسك، ما في ملائكة هتيجي وتشيلك. منظر جميل رائع، ارمي نفسي في الهوا، الملائكة تيجي تشني، محدش هيبقى شايف الملائكة لأنهم أرواح، بس الناس هتبقى شايفة منظر حلو جميل، الناس كلها هتسقف، الناس كلها هتفرح، أنا هبقى مشهور، أنا هبقى معروف، أنا هبقى الأول. وده احتياج تاني الإنسان غير احتياجه للجوع، بيحتاج لأنه هو للعظمة، بيسعى إليها، عاوز الشهرة، عاوز العظمة. الخناقة دي أو الاختلاف ده حصل ما بين التلاميذ، منهم في يوم من الأيام كانوا ماشيين ورا السيد المسيح وبدأوا يختلفوا مع بعض. فالسيد المسيح قال لهم: أنتوا كنتوا بتتكلموا في إيه؟ وهو كان عارف، لكن كان قاصد إنه يسأل السؤال. كانوا مختلفين مين هم الأعظم فيهم، فقال نص جميل، قال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. وقال لهم: كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. أنا بعمل كده، أنا الأعظم فعلا، الوحيد اللي ممكن عليه نقول عظيم هو رب المجد يسوع المسيح. ومع ذلك عاش كإنسان متواضع وبسيط وفقير، كان وضيعا ومتواضعا لا يسمع أحد في الشوارع صوته، وهو نفسه إدى تطبيق عملي ومارس الاتضاع وغسل أرجل تلاميذه وقال لهم كده: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ انتوا فهمتوا انا عملت ايه بالظبط؟ انتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون لاني انا كذلك. ما يقدرش ينكر مجده. فان كنت وانا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم، فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض، لاني اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا. فأرجل كلنا إن احنا نتبع خطوات سيدنا ومخلصنا العظيم الذي اتضع. وأنت أيها الإنسان البسيط، لماذا تريد أن ترتفع؟ خليك زيه، هو نزل مش تعالى، هو غسل الأرجل مش انتظر إن الناس تخدمه، خدم الكل. تريد أن تكون مثله، افعل كما فعل، ولا تبحث عن العالم بكل اللي فيه من عظمة. العالم كل اللي فيه أشياء زائفة،
غير حقيقية وغير مستمرة. الشيء الحقيقي الدائم الذي يعطيها الله، أي حاجة بعد كده مؤقتة بسيطة. في يوم من الأيام سألوا أحد الوزراء اللي كانوا طلعوا من الوزارة، قالوا له إيه أكتر يوم حزنت فيه لما طلعت؟ قال لهم يوم العيد، كان دايما يجي لي بوكيهات ورد معرفش عددها، لكن أول عيد قضيته بعد ما طلعت من الوزارة ما جاليش ولا بوكيه ورد، كأني مت. طبعا عظمة العالم مؤقتة، بتنتهي بوقت معين، مرتبطة بوقت معين أو بسلطة معينة. إذا آخر نقطة عايزين نتكلم فيها هي الطمع. إحنا اتكلمنا في التجربة، اتكلمنا في الجوع، اتكلمنا في العظمة، الطمع. الإنسان لا يتخلص تماما بسهولة من حاجتين، حب الذات وحب الفلوس. تجربة بسيطة خالص، كل واحد يسأل نفسه لو وقعت مني فلوس هبقى حزين، وهبقى حزين قد إيه؟ طب لو رحت اشتريت حاجة وقدرت إن أنا أخدها بتمن أقل من التاجر عرضها ببقى مبسوط قد إيه؟ ببقى مبسوط جدا. طب لو جالي فلوس زيادة أنا مش متوقعها ببقى مبسوط قد إيه؟ خالص. هي دي الأسئلة اللي تجاوب عشان تعرف محبة المال مقدارها قد إيه. مش هنقول إن الإنسان مش هيحب الفلوس، لكن هنقول مقدار محبة المال إيه. المشكلة مش في المال، المشكلة في 3 حاجات: حاجة اسمها محبة المال، وحاجة اسمها الاتكال على المال، وحاجة اسمها عبودية المال. السيد المسيح قال ما يقدرش الإنسان يخدم سيدين، إما الله وإما المال. والإنسان قال، والسيد المسيح قال ما أصعب المتكلين على أموالهم، ما أصعب دخول المتكلين على أموالهم إلى ملكوت الله. إذا المشكلة مش فلوس، مش المشكلة في الفلوس، المشكلة في الاتكال عليها، المشكلة في محبتها. المشكلة أن تتحول الأموال إلى سيد يأمر ويطاع ويخدم ويتحول إلى إله. لو سألنا نفسنا بصراحة مين إله هذا العالم الحقيقي؟ المال. الكل يسعى إليه، الكل بيعمل خطايا كتير عشان يحصل عليه، ويتنازل عن مبادئ كتير عشان يحصل عليه. المال نعمة إن لم يكن سيد، المال نعمة إن كنا نستخدمه في استخداماته الصحيحة، لكن إذا تحول لحاجة تانية بيصبح سيد يأمر فنطيعه ونمشي وراه، رغم إنه أول حاجة الإنسان هيتركها بعد ما يسيب الدنيا هو الفلوس. حتى لو في خاتم ولا ساعة أي حاجة ذهب بياخدوها منه قبل ما يروح القبر بتاعه، أول حاجة تسيب الإنسان رغم إنه أكتر حاجة اهتم بيها. طب وإيه الحاجة اللي مش هتسيب الإنسان أبدا؟ أعماله، دي هتبقى معاه على طول، ودي اللي هيتحاكم بسببها ويقول كده فيجازي كل واحد في واحد حسب أعماله. نختم بآية حلوة اتقالت في سفر الأمثال: لا تعطيني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب. الإنسان لما يشبع وساعات ويختني قوي ينسى ربنا. أو لئلا أفتقر، لما يفتقر قوي يعمل إيه؟ وأسرق، هغلط وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. لا تعطيني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. هل هي في سفر الأمثال؟